هذا الموضوع نعم بالذات أصبح ظاهرة خطرة بالمجتمع العراقي للأسف الشديد. احنا ما نقدر نقول انه هم مو خوش ناس، انه هم أصبحوا ظاهرة خطرة، كثير من الأشياء، وما نقدر نعمم. وصلنا مرحلة انه نقول اي مسؤول تسأله يقول لك باقي الشعوب نفس الحالة، يعني انه هو يفتخر انه هم موجودين لان باقي الدول نفس عندهم متسولين. الحالة. لا، مو كل الدول، احنا زرنا كثير من البلدان، مو كل الدول. الدول اللي اكثر شعبية ممكن تكون بها هاي الظاهرة، لكن ايضا ما توصل للمرحلة اللي واصلها العراق. المرحلة اللي وصلها العراق للأسف الشديد أنه هي بدأت تكون ظاهرة عمل مهنة، يعني لسهولة العيش، أنه أنا ليش أروح أشتغل، هاي فد شيء بسيط وسريع. ونفس الشيء تخذوها مهنة، لكن مهنة بصراحة مبتذلة. من أي ناحية؟ مثلا إحنا نشوف هسه بالتقاطعات كثير من الأطفال ماخذين موضوع أنه يمسح الجامات، لكن هو يجبرك جارش الجامة وخلاص. إذا ما انطيته بهالحالة راح يبقى يغلط عليك وشتائم وكذا وكذا. إذا تنزل مثلا، أكو أنا شفت كثير من الناس هو عصبي مثلا وهذا جاء غلط، صارت مشاكل وعركات بيناتهم. هذا منين يجي؟ هذا يجي من ثقافة مجتمع. احنا للأسف الشديد هذه الشريحة الكبيرة اللي كونت الظاهرة لازم نوقف عندها، لازم نعالج هذا الموضوع. من أي ناحية نعالجه؟ حتى لو كانوا أو هم عصابات منظمة، حتى لو كانوا هم فقراء الحال، حتى لو كانوا هم عديمين الثقافة، كل شريحة أقدر أعمل عليها، كل نموذج أقدر أخذ ظاهرة واشتغل عليها. اللي محتاج ثقافة ووعي ممكن أوعيه وأهله للعمل. الأطفال ممكن أنتشلهم من الشارع، صح هم أهاليهم مشغليهم، وصح اللي هو ما عنده أهل، واللي هو كذا وكذا وكذا. فأني أقدر أخذ كل شخص من هذولة أخذ نموذج، وإحنا قادرين على هذا الموضوع. يعني كمنظمات مجتمع مدني قادرة، كشرطة مجتمعية قادرة، كوزارة الداخلية قادرة. إحنا مو مقادرين، لكن مهملين بهذا الموضوع.